بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الاسبريسو او الآلة دي اللي بتعمل الاسبريسو. الاسبريسو بتبقى قهوة خشنة غامقة، بتاخد ضغط المية بياخد الخلاصة بتاعة القهوة نفسها وبينزلها، بتبقى قهوة متصفية بس تقيلة. طبعا اللي بيحبها من الكافيهات عشان بتبقى معمولة مظبوط، واللي حاول يعملها في البيت وما نفعتش معاه النهاردة هوريكم الاختراع ده. دي آلة لصنع الاسبريسو، هوريها لكم من جوه. دي تعتبر الجزء المسؤول عن الضغط، اللي بيحبس الضغط وبعدين يصفيه، يعني بيعمل ضغط للمية عشان ياخد الخلاصة. ودي الجزء اللي بيتحط فيه الاسبريسو في المصفى، وده الجزء اللي بيتحط في المياه السخنة، وده المكبس. طبعا اللي بيحب الاسبريسو هي في انواع بيفضلها، احسنهم او المشهور فيهم الي، في انواع تانية كتير حلوة برضو ومش غالية، المهم يكون مكتوب عليها اسبريسو. طبعا بنحط كمية كبيرة، يعني بنملى الجزء ده كله. بعدين بنقفل. دي المية السخنة، نبتدي نضغط على المكبس ده. طبعا بيحتاج في الأول يعني من 10 ل 15 ضغطة علشان يجمع الضغط المية ويبتدي ياخد الخلاصة بتاعة الإسبريسو أو بتاعة القهوة وينزلها في الفنجان. ده شكل القهوة بعد ما خلصت، طبعا حاجة محترمة، يعني اسبريسو زي الكافيهات بالظبط، الوش الشكل نفسه الطعم كمان جميل. في طبعا موجود منها على امازون او على النت عموما انواع واشكال واحجام واسعار مختلفة، فاللي حابب يشوف يدور على الحاجة المناسبة ليه تنفع معاه في كل مكان. يعني كل الحكاية معاك مجهزة، حاطط فيها القهوة بتاعتك، معاك مية سخنة في أي مكان تقدر تشرب الإسبريسو بدل ما تنزل الكافيهات أو كده.